المنتخب الجزائري. رامي يستعد، رامي ياي دخلت، رامي ودخلت، دخلت الكرة الأولى من أمام الحارس سيلفان جبو. آه كم هو رائع عندما تسجل الأولى يا رامي. يعني يخوفوني اليساريين، يعني اللي يلعبوا بالرجل اليسرى يخوفوني، طبعا ما عدا ميسي او مارادونا. ما شاء الله، ولاعب ما شاء الله، ولاعب ما شاء الله، ولاعب ما شاء الله، وحطها في الجول. بدنا نضربه بعين، حطها في الجول. فرانكيسي على يسار الحارس رايس وهاب مبولحي، بروعه سجلها، خليني نقول لكم بروعه. واحد واحد، يستعد اسلام، يتقدم اسلام، وحطها في الجول بروعه، حطها في الجول بروعه اسلام سليمان. يا سلام، يسجل الاول يحفزنا، يسجل الثاني يشجعنا، يسجل الثاني الثالث يقوينا، يسجل الرابع يطمنا، ويسجل الخامس يقل. او كورني هو اللي خايف، كورني هو اللي خايف، كورني هو اللي خايف، كورني حطها في الجول، كورني حطها في الجول. يعني تعادل في كل شيء، حابين تودونا في 60 داهية هكذا، كل شيء تعادل في اللعب وفي في الفرص وفي ضربات الترجيح. كنا حابين تكون الأخير يا عندي، كنا حابين تكون الأخير يا عندي. دولور حطها في الجول، ولولو قوة حطها في الجول، قوة حطها في الجول عندي دولور. يا سلام عليك يا بولي، يا سلام عليك، كتلة قوة، كتلة إرادة، كتلة عزيمة، كتلة إصرار. هم اللي راهم تعبانين، زملاء هم اللي وكأنهم ينتظرون التضييع. بوني ضيعها، بوني ضيعها، قلت لكم زملاء ينتظرون التضييع. بوني 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 ضيع ركلة الجزاء يا جمال، ضيع ركلة الجزاء بوني يا جمال. بل رايس هو الذي أنقذها. تنفيذها آدم الناس، آدم الناس، آدم الناس، وجول، آدم الناس، وجول. فرصتان الآن، ينقذها الرايس أو يسجلها الخامس. آدم الناس حطها في الجول. يلا يا رايس، خلصنا يا رايس، اقرا دال وحطها في الجول. سجل الرابع غراديل. من هو صاحب هدف التاهل؟ تاهل يوسف بلايلي، يوسف بلايلي، يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي، ماذا فعلت يا بلايلي، ماذا فعلت يا يوسف، يا بلايلي ماذا فعلت يا يوسف؟ معليش يا بني، معليش يا ولدي، معليش. هذه هي كرة القدم. وخايف بكايوكو، خايف بكايوكو، خايف بكايوكو، خايف بكايوكو، خايف بكايوكو، وضيعها ودهلنا يا سلام، وضيعها ودهلنا يا سلام. الله أكبر على الجزائر، بجدارة واستحقاق وامتياز، بشكل بطولي يتأهل الخضر، يتأهل للمرة السابعة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.